The bar has a cross sectional area of 1800 millimeter squared will E 250 جيجا باسكال. Determine the displacement of its end A when it is subjected to the distributed loading. ومديني معادلة لللود. لو خدنا مقطع في أي مكان يبقى الجزء ده عليه شد قد ايه؟ شد اللي هو شوية دول، شوية اللود اللي هنا هيبقى عليه شد، مثلا نسميه بي، بمقدار شوية اللود اللي هم من دول اللي هو اجيبهم بالتكامل، يعني البي بتساوي ايه؟ تكامل 500 اكس اس تلت من صفر لغاية اكس، يعني هيطلع 500 اكس اس 4 على 3 على 4 على 3، يعني 1500 على 4 2 250، يبقى 125 في 3 375 اكس اس 4 على 3. طيب دلوقتي اللود ده كده هيضغط مسافة مقدارها اكس، يبقى الدلتا بتساوي ايه؟ هتساوي، تعالوا ناخد كده فوق اللود، احنا قلنا في في ال على ايه في ايه، يعني هيساوي البي بتاعتنا 3 7 5 اكس اس 4 على 3. طيب والاكس نقول هنضغط بقى حتة كده صغيرة مقدارها دي اكس، لان بعد شوية دي اكس هتنضغط بحاجة تانية، كل دي اكس هتنضغط ب375 اكس اس 4 على 3 حسب قيمة الاكس. هقول دي اكس، ال ال هقولها دي اكس، وقول بقى تكامل من صفر 1.5 متر على اي 250 10 أس 9 1800 10 أس 6. نقول إن كل دي إكس عليه لود مختلف، كل لما أمشي هنا اللود هيختلف لأن الإكس هتختلف. طيب نعمل الكلام ده الحتة دي على كل دي إكس، والدي إكس التانية نفس الشيء عليها لود مختلف، والدلتا إكس دي عليها لود مختلف، فكل واحدة دي اكس اللي هي اكنها ال يعني عليها لود مختلف. طيب عندنا 300، كل دي ارقام نطلعها بره، هقول كده 375 ده نيوتن مش كيلو نيوتن، فمش هضربها في 10 اس 3 تقسيم 250، طبعا هنا سالب 6 من 6 تروح مع 3 تبقى 3 تقسيم 1800. الرقم ده كله اللي طلع بره 8.33 في 10 اس سالب 7. طيب هنا بقى هتبقى لنا ايه؟ اكس اس 7 على 3 لان زودنا 1 على 7 على 3 من صفر 1.5 كده اقدر اعوض على طول. هضرب الرقم ده في 3 تقسيم 7 واضربه في 1.5 أس 7 تقسيم 3 يطلع بالمتر، اضربه في 1000 يطلع 0.92 مليمتر. وكده خلصنا السؤال.